الرمضانية الثانية للجان أو لجنة شباب في النادي الأهلي، دورة مهمة جدا. بتنطلق الدورة إن شاء الله بإذن الله بكرة، سحب القرعة وعملوا حاجات كتيرة مختلفة عن السنة اللي فاتت، في مراحل كتيرة أضيفت، 10 لاعبين، لوائح جديدة، حاجات كتيرة. خلينا نروح للأستاذ إسلام يوسف المسؤول عن الدورة الرمضانية. مساء الخير يا إسلام. مساء الخير يا كابتن خالد، أخبار حضرتك؟ طيب، وكل السادة والأعضاء وكباين النادي الأهلي بخير يا رب، ويا رب يتقبل صالح الأعمال دايما. يا رب كل سنة وأنت طيب والأسرة الكريمة. قول لنا بقى أخبار الدورة الرمضانية اللي إن شاء الله بكرة القرعة بتاعتها بإذن الله في أرض النادي الأهلي أو في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. قول لنا إيه الأخبار الجديد إيه السنة دي بإذن الله في الدورة الرمضانية؟ والله إحنا السنة دي بدأنا بتشالنج جديد شوية، إحنا كلنا طيبين، رمضان جاي مع وقت الامتحانات ولادنا واخواتنا في المدارس والجامعات، فمدينا فتره قبول الاستمارات حتى صباح الجمعه ان شاء الله باذن الله. الاستمارات بتبقى موجوده في العلاقات العامه في الفروع الثلاثه من الساعه 10 الصبح حتى 3 العصر. كويس. فنتيجه المد ده عشان نقدر ندي وقت شويه للولاد اللي لسه ما خلصوش امتحاناتهم ان هم يجمعوا نفسهم ويجهزوا الفرق. مدينا الوقت القبول لغايه الجمعه، وهنحدد القرعه بعد ان شاء الله ما نقفل باب تلقي القبول يعني. طب انا اسلام، انا كنت عارف ان القرعه بكره، خلاص انت كده غيرتوا القرعه لغايه بعد يوم الجمعه، مظبوط؟ بالظبط بالظبط، عشان ندي بس الاعضاء وقت ان هم يقدروا يجمعوا نفسهم ويبقى معاهم كل الوقت اللي يحتاجوه عشان يشكلوا الفرق يعني. طيب قول لي، انا عرفت ان في اعمار سنيه كتيره، عملتوا اعمار سنيه السنه دي عشان الناس او الاعضاء كانوا بيقولوا ان الفارق العمري كبير فقللوا شويه الاعمار، حاجه زي كده، قول لي ايه الجديد في موضوع الاعمار السنيه؟ احنا المختلف عن السنه اللي فاتت دي تاني دوره رمضانيه تحت برنامج عائله الاهلي. السنه اللي فاتت كانت الاعمار السنيه لما هو اقل، بدايه لما هو اقل من 14 سنه ومن 14 ل 19، من 18 ل 29 سنه وما فوق 30 سنه. وده كان نتيجة إن الأولاد في الأعمار السنية الصغيرة شوية فروق الجسم طبعا في الوقت ده بيفرق، فقررنا إن احنا نزود الشرايح، نخليها المقسمة لست أعمار سنية. هايل. بداية من 2006 أو 2005 مع بعض، 2003 و2004، 2001 2002 كويس، 2099، ومن 98 إلى 91، وثم آخر حاجة من 90 فيما هو اكبر. وده عشان يبقى الولاد اجسامهم واعمارهم السنيه قريبه من بعض ويساعدهم على المنافسه بشكل احسن يعني. طب قول لي، فده اتفضل. فده اول تغيير عملناه، طبعا ده بعد ردود الافعال اللي تلقيناها من دوره السنه اللي فاتت. هايل. برضه السنه اللي فاتت كان في رسوم بتختلف طبقا للاعمار السنيه، السنه دي قررنا ان مفيش رسوم خالص اشتراك، وده تيسيرا وتشجيعا للاعضاء على المشاركه في الدوره. زودنا عدد اللاعبين في كل فريق من 8 لعيبه الى 10 لاعبين عشان برضو يبقى في شويه فلكسبيليتي. النهارده في واحد من الفريق او اثنين عندهم التزام او حاجه، فيبقى الفريق عنده حريه الاختيار بشكل اكبر يعني. طيب قول لي دلوقتي، دايما في الدورات الرمضانيه، من الاخر انا كنت بلعب دورات رمضانيه وبيحصل شد وجذب بين الاعضاء، واكيد احنا كلنا اسره واحده، قول لي مين اللي بيحكم المباريات، جايبين حكام منين، او دول حكام برضو ولاد النادي، او ايه الوضع بالظبط؟ احنا بنستعين بحكام من منطقه القاهره عشان يبقى الموضوع بروفيشنال ومنظم جدا ويساعد الشباب والمشاركين على المنافسه بشكل فيه رولز وجايد لاينز واضحه يعني، يبقى فيه في شكل محدد يعني. فبنستعين بحكام من منطقه القاهره وهم بيساعدونا وبيدونا بكل اللي نحتاجه يعني في خلال الدوره. وهيبقوا متواجدين في الثلاث فروع طبعا في كل الاعمار السنيه ان شاء الله. طيب قول لي، احنا نظام دوري ولا نظام خروج المغلوب البطوله؟ لا، في مجموعات الاول. كويس. تشكيل المجموعات هيبقى طبقا لعدد الفرق اللي هتتقدم لسه. بس في الاغلب احنا هنشتغل على ان كل مجموعه فيها 4 فرق. بيتأهل منها طبعا طبقا للعدد، بس لو عندنا 4 مجموعات بيتأهل اول وثاني، بيصفوا مع بعض على مستوى الفروع، بيوصل الاول والثاني من كل فرع، بيتجمع بقى ال3 فروع مع بعض، وبنشكل زي دوره ثانيه كتصفيه نهائيه،
وبنوصل في الاخر لماتش فاينل ان شاء الله، وعشان نحدد مراكز اول وثاني. طيب لجنه الشباب دايما بتدينا الجديد على غرار البطوله او يعني بجانب الدوره، في اي انشطه جديده هتتعمل حواليها ولا الدوره الرمضانيه فقط؟ احنا حاليا في خلال رمضان طبعا الناس بتبقى مشغوله بالتجمعات العائليه والصلاه التراويح والتهجد ان شاء الله ربنا يتقبل. ففي الوقت الحالي احنا مركزين على الدوره الرمضانيه. بنعمل بنخطط ان شاء الله يبقى في دوره صيفيه كبيره بشكل اكبر، متاحه من الوقت للناس انها تجهز نفسها من قبلها. وطبعا ده بعد ما ناخد الموافقات من اللجنه العليا والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره ان شاء الله، بحيث ان احنا نعمل دوره كبيره تليق بالنادي الاهلي، تبقى دوره صيفيه فيها بقى يكون الشباب والاولاد خلصوا امتحاناتهم ومتفرغين للمنافسه ان شاء الله. للمنافسه. خلينا بقى نتكلم على اخر حاجه معاك، الجوائز. قول لي جوائز اخبارها ايه؟ الجوائز كؤوس او جوائز ايه بالظبط؟ قول لنا ايه الجديد فيها؟ احنا عندنا الاول والثاني في كل فئه عمريه هيبقى ليه كاس وميداليات زائد جوائز عينيه. هيبقى في احسن لاعب، احسن حارس مرمى، كاس لاحسن هداف، وهيبقى في طبعا شهادات تقدير لكل المشاركين. كابتن اسلام فعلا بشكرك على الاستفاضه في الدوره الرمضانيه للنادي الاهلي لكره القدم، وان شاء الله تكون دوره على مستوى النادي الاهلي، وان شاء الله دايما من نجاحات لنجاحات. فعلا لجنه الشباب في النادي الاهلي مأدين تاديه كويسه جدا، بيعملوا اعمال كتيره جدا داخل النادي الاهلي، وفعلا